مولود السرطان بيحمل لك هالأسبوع المائي بامتياز، أفاق جديدة وجيدة ووعدة وأخبار بترضيك واتصالات مزدهرة، مكاسب مالية بتشعر كأنك عم تولد من جديد، الشجاعة والجرأة والحيوية داخلك بتخليه تحمل لك ثمار دسمة. البداية السبت والأحد مع وجود القمر ببرج العقرب يلي بشكل مثلث فلكي مع الشمس من برجك، بيحمل لك معه تأثيرات مثمرة وواعدة بتقدم لك معنويات عالية وإضافية. حاول إنك تنهي كل المعاملات الصعبة لأنك أنت إنسان قوي وتحت الأضواء. بتتابع الحظوظ وبكون الجو العام ممتاز مع انتقال القمر للقوس يومي الاثنين والثلاثة، وبتكون هيدي الفترة الأنسب والأنجح تتكاتف فيها التأثيرات الفلكية الجيدة وبتتعاون معك وبتخدم مصالحك. أيام بتتحدث عن عزيمة قوية ورغبة بتسريع الأمور يلي بتتعلق بمواضيع مالية عقارية حسابات مكاسب ومدفوعات، أنت قادر على أنك تساوم بالحسابات. الأجواء مشجعة مع توقعات بمفاوضات مالية مهمة من قروض أو مساعدات. حين الوقت عزيزي حتى تعيد قراءة حساباتك وتحدد موقعك، لكن رح تتبدل الظروف مع وصول القمر لبرج الجدي، القمر المكتمل طبعا الأربعاء والخميس، وهيدا بيولد لك توتر سوء تفاهم. ما تترك الأمور تتداخل ببعضها، انتبه لأغراضك، نظم أفكارك وما تدخل حالك تحت ظروف صعبة، أنت ما عندك طاقة كافية حتى تجازف. من جديد بترجع تتحسن الأوضاع الجمعة مع انتقال للدلو، وهيك بيكون الجو العام جيد بعطلة هالأسبوع ممتاز، بيحمل لك أخبار جيدة وحظوظ ومعلومات بتخدم مصالحك. عاطفيا ما رح تكون الظروف الشخصية على ما يرام بهالفترة تحت تأثير كوكب الزهرة المواجه لبرجك من الجوزاء، الغضب عم بيتنقل معك من مطرح لمطرح وبينعكس هيك سلبا على علاقتك مع المحيط القريب والحميم. ما تتصرف بتعالي وكبرية بحياتك الشخصية أو العاطفية وتجنب كل شيء بينعكس سلبا عليك وبيدفعك للتصرف بعدائية وتهور. أما العازب انتبه من الخلافات والجفا، لا سيما إذا كانت العلاقة جديدة أو غير مستقرة.